أمام جمهور قليل استضاف على ملعب البشير بالمحمدية نادي وفاق بوزنيقة فريق الاتحاد الزمور خميسات. فرصة أولى في المباراة كانت في الدقيقة الأولى عبر لاعب وفاق بوزنيقة محمد السعيدي، وكاد الاتحاد الزمور خميسات يوقع الهدف الأول بعدما أضاع الفرصة اللاعب ماسيري ديمبل الأفريقي. في الدقيقة 27 أعلن الحكم عن ضربة جزاء ليسجل الاتحاد الزمور خميسات الهدف الأول عن طريق اللاعب أسامة إجروتن. وفي هجمة منظمة ضيع وفاق بوزنيقة هدف التعادل عبر المهاجم شرق البحري، ينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف مقابل صفر. بعد مضي ربع ساعة من الجولة الثانية أضاع الوفاق فرصة تعديل النتيجة بعدها بخمس دقائق تسديدة قوية من لاعب محمد حقاني مرت بعيدة عن مرمى الاتحاد. ضربة ركنية للفريق الضيف في الدقيقة 30 كانت قريبة من منح الهدف الثاني لولا تدخل حارس وفاق بوزنيقة أيوب لكرد. في الدقيقة 32 اللاعب البديل القعداوي يضيف الهدف الثاني فريقه. أنا هذا النهار كنت طلبت من اللاعبين ديالي يكونوا أورغانيزي وكان خصنا نهزهم لو ريتم. سي دوماج لو تيران نو با ايدي ايلفي لو ريتم، حنا كندربوا في ان تيران سانتيتيك ولعبنا في ان تيران غازون ولكن سي با ان بروبليم، حنا تعاملنا معاه سي فري بلي باش تلعب بطريقه فيت سور ان تيران كوم سا سي ديفيسيل. هاد السنه هادي حنا تنلعبوا الحدود ديالنا، مباراه الكاس هي بطبيعه الحال كتشرف اي فريق على انه يمشي فيها الى ابعد حد، ولكن كتبقى بالنسبه لنا في نفس الوقت هي مناسبه باش ان اللاعبين يتهيئوا للمباريات ديال البطوله اللي غتكون شاقه. فرصه اخرى مهدى للوفاق في الدقيقه 35 بعد ذلك القعداوي كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقه 36. وقبل نهايه المباراه طرد الحكم الرحماني لاعب الاتحاد الزمور الخميسات مروان جناني بعد حصوله على بطاقتين صفروين ليفوز الاتحاد الزمور الخميسات بهدفين لصفر خارج قواعده ويقوي حدوده للمرور إلى دور الثمن النهائي لمسابقة كأس العرش.